بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى فضله بعد عدله وعلى احسانه بعد ميزانه سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه يكفي من كل احد ولا يكفى منه احد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نرحب بكم ونجدد لكم التحية في برنامجكم طب الأعشاب ويسعدني أن أتواصل معكم والحقيقة أنا خصصت الحلقة دي للإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم لسبب لأني بلغت الحدود كثيرة جدا من الأسئلة اللي هي اتبعتت على موقع البرنامج او اللي هي جت في تليفونات بعد البرنامج او اثناء البرنامج وما قدرناش الوقت لم يسعفنا ان احنا آه نجاوبها يعني فعشان كده خصصنا الحلقه دي بالذات لاجابه على كل تساؤلات حضراتكم اللي احنا كتبناها يعني بس هي المشكله ان احنا ما كتبناش مين الاسم يعني وهنا آه بنقرا السؤال اللي هو جالنا بالظبط بنفس حذافيره اللي جه آه يا دكتور ساعات كتير بيحصل لي حاله من احتباس البول وفي دكاتره قالوا لي ده ميكروب ودكاتره قالوا لي ده يمكن من الاكل آه عملت تحاليل الكليه سليمه مع الاحتباس بيحصل لي الام في جنابي ووجع عند المبايض. طبعا الاحتباس البول هنا اهو آه لازم نحلل نعمل تحليل بول لان احيانا بيبقى فيه يعني مثلا في اجزالات في رمل في حاجة زي كده اهو واحيانا بالتهاب مثلا في حوض الكليه لما بنحل البول بنعرف لكن وظائف الكليه بتبقى ممكن سليمه لان وظائف الكليه هتبقى البولينا ودي هتبقى سليمه الكرياتينين هيبقى سليم الصوديوم والبوتاسيوم هيبقى برضه سلام فهي المساله كلها هترجع الى ايه؟ الى وجود املاح في البول وجود ممكن تبقى وجود ميكروبات في البول المهم ان احنا نعمل تحليل بول كامل وتحليل البول كامل هو اللي يقدر يحكم لي على هذه الامور في كثير جدا من الحالات احتباس البول بنطلب ناخد بعض الحاجات اللي بتعمل ريلاكسيشن بس في نقطه هامه جدا اللي بيعاني من وجع جنبه بالذات وفي احتباس في البول ده بيبقى غالبا اما املاح او الحاجه الثانيه اما انه واخد برد في الجناب دي والبرد ده مؤثر على الكليتين وفي الحالات اللي زي كده دايما بندي مثلا حلف البر حلف البر اللي هو اساسا بيسموه بروكسامول وده منه فور منه حبوب وفي دلوقتي عدد كبير جدا من الناس وخاصه من اللي عنده استعداد لتكوين حصوه في المسالك البوليه بيدوا له دايما الرواتينكس اللي حبوب زي زيت السمن كده الحبوب دي فيها ميزه كبيره انها بتقضي هي والبروكسابول بيقضي على الماده اللاصقه لاني قلت انا حصوه المسالك البوليه بترجع الى وجود خلل في التمثيل الغذائي لاحدى الاحماض الامينيه واحنا عندنا 21 حامض اميني فبيبقى في خلل عند واحد في حامض اميني الثاني خلل في حامض اميني اخر وهكذا لو اشتركوا كلهم في حامض اميني واحد كان ممكن كنا حلينا المشكله وطيب الحامض الاميني ده بروتين اساسا فدي بيسموها الماده اللاصقه بيسموها ستون ماتريكس الماده اللاصقه دي لو اتوجدت بيتكون عليها الاملاح لما يتكون عليها الاملاح تعمل بقى الايه الحصوه وممكن تعمل رمل ممكن بقى في ناس بيبقى ايه بيبقى عنده بالوراثه كده عنده أجزالات كالسيوم عاليه جدا الأجزالات الكالسيوم عاليه جدا بتتطلب ان احنا ناكل حاجات اللي فيها املاح الصوديوم واملاح البوتاسيوم عشان نحول اجزالات الكالسيوم الغير ذائبه الى اجزالات صوديوم واجزلات بوتاسيوم ودي كلها بتنزل عن طريق البول في حاجات كتير جدا في احتباس البول بندي حاجات تعمل ريلاكسيشن حاجات انبساط العضلات كده بينزل البول طبيعي تمام التمام بس في هذه الحاله عشان نقدر نتكلم عن العلاج احنا قلنا الوقايه الوقايه عباره عن بناخد حلف البر نشرب ميه كتير جدا في ناس كتير جدا ما بتشربش الميه